بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المبدأ العاشر من الجرين كيمستري برينسيبلز، تمام، وهو الديزاين فور ديجراديشن. المبدأ ده بيعتمد على إن الكيميكال برودكتس، المنتجات الكيميائية سواء اللي بتتحضر في المعامل أو المصانع في على اللارج سكيل، should be designed، إن أنا بصممها بحيث او بتتحضر او بتتصنع بحيث ان بعد ما يتم استخدامها ان هي زي دونت بريسيست ان ذا انفايرمنت، يعني المنتجات دي ما بتفضلش موجوده في البيئه، بمعنى ان انت بتلاقيها حصل لها ايه بايو ديجراديشن واختفت من البيئه ما بقتش موجوده، او بيكون بيحصل لها ريسايكلينج لكن وجودها في البيئه بيكون ضار. فالمفروض ان هي بتتصنع بحيث ان هي دي don't persist in the environment and instead break down، ان هي بتتكسر اللي هي biodegradability into innocuous degradation products، منتجات تكون يعني ملهاش اي ضرر او تأثير سلبي على البيئة. واداني مثال رئيسي اللي هو الهاوسهولد برودكتس، المنتجات المنزلية او المنتجات اللي هي بتستخدم من قبل الهيومنز اللي هو البشر في حياتهم اليومية، بالأخص طبعا الكلينينج برودكتس، المنتجات اللي هي المنظفات، مستحضرات التجميل، بعض برضو الحاجات اللي هي زي الدهانات، المذيبات العضوية اللي هي بتستخدم في أي أغراض، الورش، الحاجات دي بيكون ليها تأثير ضار طبعا لأنها بتحتوي على مكونات أو مركبات ما بيحصل لهاش بايودجرادابيليتي في البيئة. قال إن الهاوس هولد برودكتس كان كونتين هازاردس انجريدينتس، منتجات خطرة زي المذيبات العضوية اللي بتفضل موجودة إن اندور انفايرمنت، موجودة في البيئة ما بيحصل لهاش أي تحلل بعد فترة من الوقت. ثانيا قال لي إن الهاوس هولد هازاردس برودكتس، المنتجات دي بيكون ليها تأثير سلبي على البيئة من خلال ثلاث محاور. المحور الأول وهو اليوسج اللي هو الاستخدام، اليوسج اللي هو الاستخدام، إن أنا لما باجي أستخدم المنتجات دي إن هي بتطلق لي بعض الأبخرة السامة والضارة في البيئة وبتأذي حياتنا، زي مثلا المنتجات المنظفات مثلا اللي هي بتستخدم في نظافة مثلا الباثرومز، الحمامات وكده، والأراضي سواء أرض مثلا بلاط أو سيراميك أو أي حاجة في البيت بتكون لها تأثير سيء، زي مثلا كلور، بتطلق غازات سامة زي الكلورين مثلا أو بعض الغازات الأخرى، بحيث إن هي بتؤذي صحة الإنسان. كذلك بيكون لها تأثير ضار أثناء التصنيع نفسه، ان المركبات دي بتطلق ابخره سامه ومركبات كيميائيه سامه اثناء عمليه صناعتها ونقلها، نقل الكيماويات دي بيكون برضو لها تاثير سلبي على البيئه. ثالث مرحله اللي هي الديسبوزل، التخلص منها اللي هو بعد ما انا استخدمتها، طبعا بيكون صعب جدا ان انا اتخلص منها بسهوله، وبعضها زي المبيدات الحشرية والحاجات ديت بتقدر ان هي تلوث الجراوند ووتر، وكذلك برضو بعض المنظفات اللي بتستخدم في السيبتيك سيستم، في الصرف الصحي، وتنقية مياه وتنقية الصرف الصحي او تنقية المياه عموما بتسبب لي ضرر في الجراوند ووتر فيما بعد، وبتعمل لي مشكلة لما باجي احاول اعمل ويست ووتر تريتمنت لان صعب جدا التخلص منها، فبالتالي هي مؤذية للبيئة وتوكسن للكائنات اللي هي المايكرو اورجانيزمز اللي بتبقى موجودة في البيئة، وبتقدر ان هي بتساعدني الكائنات دي ان هي تعمل لي بايو ديجرادابيلتي لبعض المركبات، بتقدر ان الملوثات دي ان هي تموتها، كذلك بتقدر ان هي تلوث لي المية، مياه الشرب ايضا، بتخلي فيه صعوبة ان انا اقدر احل مشكلة تنقية مياه الصرف الصحي واستخدامها مرة تانية كمياه للشرب او حتى مياه صالحة للزراعة او بعض الاغراض الاخرى، تمام.
فبالتالي حتى في الديسبوزال التخلص منها بيكون صعب جدا، لان هي ولا بتتحلل في البيئه ولا في نفس الوقت بتتكسر لمركبات غير ضاره، بل هي لها اضرار سواء في الاستخدام او سواء الانهاليشن استنشقها او ملامسه الجلد او ده بالنسبه للانسان، او بعد كده ضاره حتى في التخلص منها في الديسبوزال، لان هي لما بتنزل في الجراوند ووتر بتكون ضاره للكائنات البحريه وضاره للانسان على المدى البعيد، لان هي بتروح في الميه اللي هي في التربه وبتطلع في بتنتج مثلا بعد كده في النباتات، بيكون بتبقى موجوده في التربه بتنتقل الى النباتات بعد كده بتنتقل للانسان مره اخرى فبتكون توكسين. فحسب المخطط ده المفروض ان من البدايه ان انا اعمل كرييشن للكيميكالز زي دونت بيرسيست ان ذا انفايرمنت، ان هي اصلا ما تفضلش موجوده في البيئه بسهوله. تاني حاجه ان انا اعمل كرييشن لتشيبر كليننج ايجنتس وكون ناتشورال كليننج ايجنتس، وبالتالي انا بعمل تقليل ريديوس للبوليوتانس للانفايرمنت، واقدر ان انا اعمل في النهايه ايه بتوصلني لايه، ان انا سستين ذا انفايرمنت، ان انا احافظ على البيئه وتبقى بيئه مستدامه، ان انا احقق زي ما احنا قلنا قبل كده سستينابيلتي، بحقق اغراض الجيل الحالي وبعد كده الجيل ده لما بيروح ويجي جيل جديد اقدر ان انا برضو ايه احقق اغراضه، ففي استدامه في استمرار، فالبيئه بتفضل ايه سستينبل. لان التعرض للتوكسيك هاوس هولد هازاردز كيميكالز دي عن طريق الانجيشن الابتلاع او الانهاليشن او السكين كونتاكت التعرض ليها ملامستها الجلديه تسبب لي ايضا اكيوت اللي هو ايميديت هيلث افكتس، يعني تاثيرات سيئه حاده من خلال التعرض ليها مره واحده او لفتره قليله فبتكون اكيوت، او كرونيك مستمره او مزمنه على المدى البعيد التعرض للفترات طويلة جدا بتؤدي لبعض الأمراض زي على سبيل المثال الهيدكس الصداع احتراق حرقان في العين التعب الطفح الجلدي الحساسية سيلان الأنف، بعد كده أمراض أصعب اللي هي الكانسر كاردياك دامج الريسبيراتوري تراكت إيريتانت النيرفس سيستم دامج وهكذا. فالافضل ان انا استخدم ناتشورال برودكتس يعني باك تو نيتشر، وهنا هو اداني ايه مجموعه من البينيفيتس لاستخدام الناتشورال برودكتس عن السينثيتك برودكتس في حاله مثلا ايه الهاوس هولد برودكتس اللي بيستخدمها الانسان في البيئه، زي وميزتها ايه اول حاجه قال لي انفايرمنتلي سيف، ان هي بتكون امنه على البيئه، ان هي بتكون سهل جدا ريدلي بايو ديجرادابل وما فيهاش اي مواد كارسينوجينيك ولا ميوتجينز بتسبب طفرات ولا تيتراتوجينز بتسبب مسخ، ان هي حتى بتخلي فيه الاجيال المتواليه بتسبب لهم مسخ يبقوا شكلهم ذميم حفظنا الله واياكم يعني على المدى البعيد وتشوه الاجنه وهكذا وملوثات، وكذلك ما بتأذيش البينيفيشيال بكتيريا ان سيبتك سيستمز اللي هي اللي احنا اتكلمنا عنها البكتيريا النافعه اللي بتبقى موجوده في الصرف الصحي وبتفيدني ان هي بتعمل بيولوجيكال ديجراديشن لبعض المنتجات او بعض المواد، ان هي بتكون نون توكسيك غير سامه ملهاش اي ما فيهاش اي هازاردس انجريدينتس مواد ضاره او ابخره ضاره، وبالتالي هي آمنة سواء مثلا في أثناء التصنيع للوركرز العمال أو الأحياء المائية لما بيجي عمل لها ديسبوزل مثلا في الجراوند ووتر أو كده ما بيحصلش مشكلة، والأنيمالز برضو آمنة عليهم والفاميليز اللي هو الأسر الهيومنز يعني، كذلك إن هي بتكون ملائمة جدا أو ما بتسببش ضرر للأشخاص اللي عنده بيعانوا من حساسية للمواد الكيماوية او حساسيه عموما. الناتشورال انجريدينتس المركبات اللي هي الطبيعيه ديت بتكون برضو ميزتها ان هي ما بتعملش ديبليشن او استهلاك للنون رينيوبل سورسز لمنتجات مثلا تكون غير متجدده،
زي على سبيل المثال الكليننج برودكتس. الكليننج برودكتس انا ممكن ان انا استعيض عن مثلا على سبيل المثال انا باجي مثلا انظف الارضيات، فباجي اقول ايه، انا استخدم ديتول. طيب ما الديتول ده فيه مواد ضاره، ما هوش كله نافع، يعني بستخدم فيه مثلا كحول زي الايزوبروبانول، ده في الانهاليشن ده مضر. بستخدم مواد الفعاله اللي فيه زي الكلوروزيلينول، دي ماده مضره وفيها كلورين. وهنتكلم دلوقتي كمان شويه عن المشاكل بتاعه البيرسيستنت امبوليتانس اللي هي بيبقى فيها اصلا الكلورين، تمام. ما بيحصلهاش بايودجراديشن. عندي على سبيل المثال برضو ممكن استعيض عنه بايه، مثلا ديتول منظف للارضيات، ممكن استعيض عنه مثلا بحاجه زي على سبيل المثال ان انا بخلط شويه من الخل الطبيعي سواء خل العادي او خل التفاح مع مثلا حاجه زي بيكربونات الصودا اللي هي الكربوناتو، وابتدي ان انا اخلطهم مع بعض في وابتدي انظف بيهم، بيديني تقريبا نفس النتيجه اللي بيديها لي الديتول، وفي نفس الوقت الناتشورال انجريدينتس متوفره ما فيهاش مشاكل، رخيصه، ملهاش تاثير سلبي على البيئه، ما هيش سامه، ما هيش ضاره، ما فيهاش ابخره بتقدر ان هي تاذي لي صحه الانسان. حاجه زي مثلا الترسبات الكلسيه والحاجات دي انا بضطر استخدم لها مثلا مجموعه من المنظفات، زي مثلا حاجه بيكون فيها احماض قويه زي حمض الكبريتيك او حمض الهيدروكلوريك في المنظفات، انما زي مثلا فانيش او في مثلا في الباث رومز في الحمامات، انا ممكن استعيض عن ده بحاجه زي مثلا حاجه زي ملح الليمون اللي هو الستريك اسيد، او حاجه زي عصير الليمون ان انا اجيبه وابتدي ان انا استخدمه، بيديني تقريبا نفس النتيجه، وفي نفس الوقت هو ايه، رينيوبل، متوفر، افضل من ان انا اجيب حاجه ايه واعتمد على مصادر غير متجدده. دي كلها امثله ناتشورال بتكون اقل ضررا عن المواد اللي هي ايه، الكيميكالز، الكيميكال انجريدينتس. ودينا مثال ليها اللي هو الايه، اللي هو الكليننج برودكتس. وطبعا الامثله كتيره جدا حتى في الكوزموتكس وكده، انا ممكن ان انا استعيض عنها برضه بناتشورال برودكتس، وان انا اعمل وصفات طبيعيه افضل من ان انا استخدم مواد كيميائيه. بالنسبه للبايو اكيميليشن اوف بيرسيستنت بوليوتنس، اداني مثال قوي جدا اللي هو البيست سايدز، قال لي الكلورو فلورو كربونز، واحنا اتكلمنا قبل كده عن الكلورو فلورو كربونز ان هي لها فوائد كبيره جدا كريفريجرانس او بروبيلانس، ولكن لها ضرر ان هي بتعمل لي ديبليشن للاوزون لاير او ديستراكشن للاوزون لاير، ان هي ايه، ما بيحصلهاش اي بايو ديجراديشن، ما بتتكسرش، بتفضل موجوده في الاتموسفير وبتتصاعد للطبقات وبتعمل بتوصل لطبقه الاستراتوسفير اللي فيها طبقه الاوزون وتعمل لها ديبليشن. ايضا من ضمنها، من ضمن الكلورو فلورو كربونز، مركب الداي كلورو داي فينايل تراي كلورو ايثان اللي هو اسمه الدي دي تي، ده مشهور جدا او كان مشهور كمبيد حشري، بيستخدم لاباده البعوض والحشرات اللي هي موجوده فيه اللي بتيجي على النباتات وعلى الزرع. ولكن للاسف اكتشفوا ان هو بيعمل باي اكيميليشن، ان الحشرات ديت بيبتدي ان هو يموت الحشرات ويفضل موجود فيها، بيفضل موجود لسنين طويله، بيعمل لي مشاكل في الفود تشين، في السلسله الغذائيه والتوازن البيئي، لان الحشرات دي بيتناولها حيوانات تانية، فالحيوانات ديت بيتناولها حيوانات تانية، فبتبتدي تنتقل المواد السامه ديت ليهم لحد ما توصل لفين، للانسان، فيبتدي يحصل ضرر وخلل في التوازن البيئي. فقال لي اولا الدي دي تي ده له فوائد كتيره جدا في التحكم في في مرض الملاريا، وبالاخص في المناطق الاستوائيه، تمام. مالوش تاثير على صحه الانسان في تصنيعه او لما بيعملوا سبريينج، اما بيرشه كمبيد، ولكن على المدى البعيد بيبقى له تاثير، لكن هو مالوش تاثير على المدى البسيط. ولكن للاسف doesn't degrade easily in the biosphere، في المحيط الحيوي ما بيحصلوش ديجراديشن بسهوله، بيعمل بايو اكيميليشن في الفود تشين، بيسبب دامج لبعض الانيمال سبيشيز، ولما الانسان بيتعرض للفترات طويله بيسبب ايضا
ضرر للإنسان زي تشوه الأجنة والناس بيجي لهم اللي بيبقوا البريجنانس بيجي اللي بيستنشقوه بيجي بييجوا يضعوا أطفال بيبقوا حوامل بيضعوا أطفال بيكونوا بدون جمجمة اللي هو ظاهرة المخ العاري دي. طبعا كان سببها الدي دي تي لحد ما طبعا اتوقف بقاله حوالي يعني عشرات السنين بقاله اكتر من 30 سنه موقوف، ولكن في بعض الناس برضو بتستخدمه بس بيبقى طبعا يعني غير قانوني بشكل غير قانوني. جه بعد كده ستوكهولم كونفنشن اتحد، ستوكهولم ده سنه 2001، ستوكهولم دي في السويد، منعوا وازالوا تماما استخدام انتاج واستيراد وتصدير البيرسيستنت اورجانيك بوليوتنتس مجموعه بقى مش الدي دي تي بس، قال لك كل البيرسيستنت اورجانيك بوليوتنتس ديت احنا هنوقفها تماما، اللي هي ريزيست ديجراديشن اللي ما بتحصلهاش تحلل خالص وبتعمل بايو اكيميليشن وبتنتقل عبر الهواء والماء وايضا عبر حدود الدول تماما بتنتقل، لان انا ممكن اكون حاطط بعض المواد ديت بنقلها كاستيراد كتصدير اسف من دوله لدوله ودوله بتستوردها ودوله بتصدرها فيبتدي تتنقل، فكلها ضرر كبير جدا. وقسموا البرسيستنت اورجانيك كومباوندز ديت او البرسيستنت اورجانيك برودكتس دي الى 12 ماده منعوهم تماما وسموهم الديرتي دوزن. الديرتي دوزن يعني ال 12 حاجه السيئه القذره، دوزن يعني 12، ديرتي دوزن يعني 12 ده اسم طبعا نيك نيم اسم مستعار او اسم هم اطلقوه عليهم عشان يحددوهم، بحيث ان هيئه الامم المتحده ومنظمه حمايه البيئه تبتدي ان هي تمنع استخدام انتاج واستخدام وتصدير واستيراد المواد ديت، وحطوا وكتبوا اسمهم او قالوا هم مين حسب هيئه الامم المتحده، قالوا ان هم رقم واحد بالنسبه للبيست سايدز، قسموهم بالنسبه للانواع قالوا البيست سايدز طبعا الدي دي تي الالدرين كل ده الكلوردان الدايلدرين الاندرين الهيبتا كلور المايركس التوكسافين، طبعا في حاجات منها بتكون اسماء شائعه، ايضا الاندستريال باي برودكتس زي الدايوكسين والكلورينيت بنزيفيورانز دي مواد سامه جدا وبتنتج كباي برودكتس في العمليات الصناعيه عن درجات حراره عاليه، خصوصا لما بيكون في عندي مركبات عضويه فيها طبعا زي الهيدروكربونز زي الهالوجينز زي الاكسجين تبتدي يتحدوا ويكونوا لي مواد زي الدايوكسين كباي برودكتس، دي سامه للغايه حتى للانسان مش فقط للحيوان. البيستسايد والاندستريال باي برودكت برضو اللي هو الهيكساكلوروبنزين ورمزه الاتش سي بي، الاندستريال كيميكالز الكيماويات الصناعيه زي البوليكلورينيتد باي فينايلز اللي هي الايه البي سي بي، دول عددهم 12 فسموهم الديرتي دوزن وممنوعين منعا باتا انتاجهم او استخدامهم او تصديرهم او استيراد، لان هم ينطبق عليهم ايه كلمه ايه بيرسيستنت اورجانيك كومباوندز او اللي هو رمزه ايه البابس اللي هو البي او بي ديت. قال لي طيب عايزين بقى نتكلم ليه هم ايضا او اضرارهم جايه منين من ناحيه الناحيه الكيميائيه بقى. قال لي دول اورجانيك كومباوندز لدرجه كبيره جدا بيقاوموا الفوتوكاتاليتيك يعني التحلل الضوئي، ان انا لما بيبقوا موجودين في ويجي عليهم ضوء الشمس واشعه اليو في ما بتاثرش فيهم، ده وطالما ما بتاثرش فيهم يا جماعه يبقى من ناحيه الكيمياء الروابط قويه جدا بينهم، يعني لو في هالوجينز هتلاقي الرابطه بين الكلور وبين الهالوجين سواء بقى كلور او بروم او يود او فلور بتلاقي الرابطه قويه جدا طبعا لتقارب الالكترونيجاتيفيتي بينهم، فبتلاقي الرابطه قويه لان الفرق بين الالكترونيجاتيفيتي مش عالي. برضه بتقاوم البيولوجيكال ديجراديشن التحلل البيولوجي بواسطه البكتيريا او اذر مايكرو اورجانيزمز، ما بيقدروش ان هم يتحكموا فيهم او يعملوا لهم دايجستشن البكتيريا او ميتابوليزم او اوكسيديتيف ديجراديشن او اي حاجه خالص. كذلك بيقاوموا الكيميكال ديجراديشن، ان انا لما اجي اضيف عليهم مواد بيبقى صعب جدا يتفاعلوا معاها، ايضا بيبقى صعب ان هم يحصل لهم كريكنج تكسير سواء عن طريق الحراره مثلا في عند درجات حراره عاليه او في الايام اللي هي الساني دايز ايام مثلا مشمسه او درجه حراره عاليه او حتى في درجات قليله مثلا في الوينتر في الشتاء
برضه ما بتتأثرش، لا ما بتتأثرش بالحرارة، لا بيحصل لها ثيرمال كريكنج ولا بتتأثر بأي كيماويات، فبالتالي هي صعب جدا التخلص منها. دي أيضا بيكون أغلبها هالوجينيتد، البابس دي بيكون هالوجينيتد، وأغلبها مواد تركيبها بيكون الكربون والهيدروجين، يعني هيدرو كربونز، وبالتالي هي بتكون هيدروفوبيك، يعني كارهه للماء، ما بتدوبش في الماء بسهوله. احنا اتكلمنا قبل كده ان الميه بتدوب المركبات، اما اللي فيها روابط ايونيه عن طريق ان هي بتكسر الكريستالات بتاعتها وتدوبها زي ملح الطعام، او ان هي بتقدر المركبات اللي فيها روابط تساهميه بيكون بتقدر تعمل معاها روابط هيدروجينيه. طب اذا كان المركبات دي اغلبها كلور كربون وهيدروجين وكلورين، فبالتالي الميه مش هتقدر تكون معاها روابط هيدروجينيه، فبتكون لها لو ووتر سولوبيليتي وهاي ليبيد سولوبيليتي اللي هي عكس الووتر. الليبيدز بيكون فيها سلاسل من الفاتي اسيدز كلها عباره عن كربون وهيدروجين، سلسله طويله جدا من الكربون والهيدروجين، بتلاقي فيها مثلا عدد كبير جدا من ذرات الكربون والهيدروجين، وبالتالي بتقدر ترتبط بيها، بترتبط بالليبيدز ولكنها ما بترتبطش بالميه. عشان كده بيحصل لها اكيوميليشن في الفاتي تيشوز، في الانسجه الدهنيه في الجسم، او في الاغشيه الدهنيه، وهنتكلم دلوقتي عنها بالتفصيل برضو شويه. ايضا بيقول ان هي سيمي فولاتايل، شبه متطايره، هي بتطير، هي المركبات دي لها درجه من الفولاتيليتي او التطاير، ولكنها الي سيمي فولاتايل، يعني هي ولا هي نون فولاتايل، فبالتالي ما تقدرش ان هي تسبب لاي مشاكل لو هي نون فولاتايل. لا ده هي ولا هي فولاتايل بتطير وخلاص، لا ده هي سيمي فولاتايل، هي بتتبخر وبتاخد وقت طويل جدا علشان تتبخر، وبتفضل متبخره وموجوده في الاتموسفير لفتره طويله جدا، وبعد كده تبتدي تتصاعد طبقات الجو العليا، منها اللي طبعا بيدمر طبقه الاوزون. يعني هي بتاثر على الحياه او على البيئه في على البيئه نفسها، مكونات البيئه، وايضا بتاثر على الاتموسفير وعلى طبقات الجو من خلال ان هي بتعمل ديبليشن لطبقه الاوزون، يعني كلها مضار ملهاش فوائد. الكربون كلورين بوند اللي هي بتبقى موجوده فيها، طبعا احنا قلنا ان اغلبها هالوجينيتد، فالكربون كلورين بوند دي بتكون فيري ستيبل توورد هيدروليسيز، التحلل المائي، يعني بيكون صعب جدا ان انا اعمل لها تحلل مائي، ده عشان اعمل لها تحلل مائي في المعمل بحتاج ان انا استخدم سترونج اسيد او بيز، بالذات سترونج بيزك، عشان اعمل هيدروليسيز لرابطه بين الكربون والكلور. فما بالك ان هي بتحتوي على عدد كبير جدا من الكلورين سبستيتشوان والفانكشن جروب، وبالتالي بتقدر بصعوبه ان هي، لان هي الرابطه بين الكربون والكلور قلنا ان هي فيري ستيبل، فبتقاوم الديجراديشن سواء الفوتوكاتاليتيك ديجراديشن او البيولوجيكال ديجراديشن او الكيميكال ديجراديشن. ايضا اغلبها بيكون عباره عن بولي اروماتيك او اروماتيك كومباوندز، والرابطه بين الكربون والكلور لما بتكون موجوده في سلسله الفاتيه بتكون اضعف مما تكون في سلسله اروماتيه. يعني سلسله الفاتيه انا ممكن اضيف مثلا لو عندي مركب في سلسله الفاتيه في كلور، انا ممكن مثلا اضيف له حاجه زي النشادر او حاجات من دي اتخلص منه او اتفاعل معاه اقلل خطره، انما المشكله انه بيبقى موجود في سلسله اروماتيه بيبقى صعب جدا ان هو الكلور ده يخرج او يتفاعل مع ماده بحيث ان انا اقلل ضرره او اقلل خطره او اعمل له حتى كيميكال ديجراديشن. فالرابطه بين الكربون والكلور في الاروماتيك سيستم بتكون اقوى بكتير منها في الاليفاتيك سيستم، يعني لو هي سلسله اليفاتيه وفي كلور دي سهل ان انا اعمل له استبدال سبستيتيوشن، انما لما بيبقى في سلسله اروماتيه بيبقى صعب جدا انا اعمل له سبستيتيوشن، بيبقى محتاج، يعني حتى لو انا بعمله في المعمل بيبقى محتاج ظروف درجات حراره عاليه، محتاج كاتاليست قوي جدا، وبالذات الاورجانيك ميتاليك كاتاليست وتفاعلات معينه بيسموها الكروس كابلنج ريأكشنز، فما بالك في البيئه. يعني انا اذا كان في المعمل بس بحتاج الظروف دي كلها، طب انا في البيئه هقدر اوفر الظروف دي كلها ازاي في الاتموسفير؟ طبعا صعب جدا ان انا اعمل لها هيدروليسيز او ان انا اتخلص او اكسر الرابطه بين الكربون وايه والكلورين او الكربون واي هالوجين. وبالتالي قال لي بفضل او بسبب ان هي لها درجه عاليه من الهالوجينيشن، البابس او البيرسيستنت اورجانيك بوليوتنس دي لها فيري لو ووتر سولوبيليتي، ما بتدوبش في الميه بسهوله زي ما احنا قلنا دلوقتي، لانها ما بيكونش معاها اي روابط هيدروجينيه، ولها هاي ليبيد سولوبيليتي. طيب نقطه هاي ليبيد سولوبيليتي دي ان هي بتدوب في الليبيد، لان قلنا الليبيدز اساسها تكوينها هو ايه؟ هو الفاتي اسيد. فبتيجي الخليه عندنا
الخليه مثلا بتاع سواء الانسان او الخليه الحيوانيه بيكون الغشاء بتاعها في طبقه دهنيه، تمام؟ الطبقه الدهنيه اللي بتبقى في الغشاء ديت او الجدار بتاعها بيكون في طبقه دهنيه، الطبقه الدهنيه ديت بيكون فيها طبقتين من الفوسفوليبيد. يعني ايه فوسفوليبيد؟ قال لي الفوسفوليبيد هو عباره عن تفاعل بين جليسرين مع فاتي اسيد مع فوسفات. احنا عارفين ان الجليسرين او الجليسرول ده نوع من الكحولات، ده بيكون فيه ثلاث مجموعات هيدروكسيل، ثلاث ذرات كربون وثلاث مجموعات هيدروكسيل، في مجموعتين منهم بيعملوا استرفيكيشن قسطره مع اثنين فاتي اسيد. يعني كل جزيء من الجليسرين او الجليسرول بيعمل استرفيكيشن مع اثنين فاتي اسيد. طيب، وطب والثالثه مجموعه الهيدروكسيل الثالثه؟ قال لي بتخرج الهيدروجين منها، مجموعه الهيدروكسيل عباره عن او اتش، بتخرج الاتش منها وتدخل مكانها مجموعه فوسفات، فبيسمى فوسفو ليبيد. ليبيد جاي منين؟ جاي تفاعل الاسترفيكيشن اللي تم بين الفاتي اسيد وبين الجليسرول. طيب وفوسفو ليه؟ قال لي عشان مجموعه الهيدروكسيل الثالثه اللي موجوده في الجليسرين خرج منها الاتش ودخل مكانه ايه؟ مجموعه فوسفات. طيب هنا الفاتي اسيد اللي بيعمل استرفيكيشن مع مجموعتين الهيدروكسي، اثنين فاتي اسيد ما بيبقاش واحد، بيبقى اثنين فاتي اسيد. اثنين فاتي اسيد دول فيهم سلسله كبيره جدا من الكربون والهيدروجين، سلسله ممكن تكون سلسله مستقيمه او سلسله متفرعه، فبالتالي صعب جدا ان هي ايه ان هي تختلط بالميه، خلاص. وبالتالي لان المركبات ديت اللي هي الاورجانيك كومباوندز دي بتكون هالوجينيتد وفيها كربون وهيدروجين كتير وبيكون ليها ذوبانيه قليله في الميه، لان احنا قلنا انها ما بتقدرش تكون روابط هيدروجين مع الميه، فبالتالي المركبات دي بتقدر تعمل روابط فاندر فال مع الفاتي اسيدز دي، فبالتالي بتقدر ان هي تمسك في الفوسفوليبيد اللي هو جزء مكون رئيسي من البيولوجيكال ميمبرين، الغشاء الحيوي للخلايا، خلاص. فالفوسفوليبيد دي في طبقتين كمان منه، مش طبقه واحده، بيبقى تو لايرز او باي، بيسموها باي لاير من الفوسفوليبيد، خلاص، موجوده في البيولوجيكال ميمبرين، فبتقدر المركبات دي تمسك فيه، فبالتالي بتستقر في البيولوجيكال ميمبرين بالذات الجزء الايه الفاتي منه، وبالتالي بتعمل اكيوميليشن ان فات ديبوزيتس، بتعمل تراكم في الفات ديبوزيتس، فبتقدر انها تستقر في أغشية الحيوية للخلايا وبتفضل موجودة لفترات طويلة جدا، ممكن تصل لسنين طويلة جدا موجودة، وبتقدر ان هي تعمل بقى ايه لا تأثيرات ضارة كتيرة جدا على صحة الايه على صحة المايكرو اورجانيزمز وايضا على صحة الانسان والبشر، تمام. وبالتالي احنا خلصنا كده الجزء ده، وشكرا جزيلا لحضراتكم.